بقوة وبعمق، وألا نحاول أن نجمل الواقع على حساب الإبداع، بل على العكس علينا أن نشتبك مع هذا الواقع بكل مرارته وبكل قسوته وبكل آماله وآلامه في حين. وكما أثارت السيدة من تل أبيب الكثير من النقاش حول مفهوم الهوية ومفهوم الوضع السياسي بأبعاده، كانت كذلك مصائر، بل نستطيع القول وبدون أي مبالغة بأنها طرحت أكثر جرأة في الأسئلة هذا السؤال الوجودي الفلسطيني. ربع المدهون في السيدة من تل أبيب عاد إلى غزة بعد نفي قصري أخذ أكثر من 40 عاما، عاد زائرا وهو ابن المجدل التي هاجرت عائلته فيها من المجدل عسقلان إلى غزة، والتي تركها طالبا قبل قبيل حرب حزيران عام 1967، ولم يعد إليها إلا بعد 40 عاما، متنقلا في المنافي المختلفة من الأردن إلى لبنان إلى سوريا إلى قبرص إلى لندن، والتي شكلت بمجمل تجربته الشخصية أوديسة خاصة تنتمي إلى الأوديسة الفلسطينية في رحلة التيه الطويلة، والتي هي معروف إلى أين تتجه فيها البوصلة. عاد ربع المدهون إلى غزة، ثم أنتج هذا العمل المركب في السيدة من تل أبيب، والذي رآه بمنظور أعتقد أنه منظور إبداعي مختلف، يرى الأمور بواقعيتها وبأبعادها المختلفة، ثم عاد مرة أخرى ليحفر أكثر عمقا في هذا المشهد من خلال رواية مصائر. رواية مصائر التي يرى فيها ربع المدهون الصورة الفلسطينية ببانوراميتها ومشهديتها الواسعة، هو يطرح الوجود الفلسطيني في البقاء في أرض فلسطين، مستعيرا تجربة الراحل الكبير إميل حبيبي الذي خط على شاهدة قبره إميل حبيبي باق في حيفا عندما توفي، والذي تصادف ذكرى وفاته 20 هذا العام، توفي في 4 أيار 1996، والذي نحتفي بذكراه في معرض فلسطين الدولي للكتاب. استند ربع المدهون على تجربة إميل حبيبي في بعدها الاجتماعي وفي بعدها الوجودي الفلسطيني، كذلك الأمر استند إلى تجربة المنافي المختلفة من الكويت إلى لندن إلى فلسطين، مقدما هذه الأبعاد المتنوعة لسؤال الوجود الفلسطيني، والذي أستطيع القول أنه لم يحتكر إجابة واحدة، لم يقدم الرواية الإجابة، وإنما قدم إلينا الرواية السؤال التي هي تدور في رأس كل واحد منا حول المنفى والمكان، حول الماضي والحاضر والتاريخ والمستقبل. هذه الاجتهادات الإبداعية وهذه الاجتهادات السردية والفكرية إنما هي تنتمي بشكل واضح إلى سؤالنا الأكبر عن فلسطين الهوية، فلسطين الأم وفلسطين الغد. وبالتالي نحن نقول بأن عندما تقدمت رواية ربع المدهون مصائر بالإضافة إلى مجموع الروايات العربية للمنافسة حول جائزة البوكر، كنا نؤمن منذ اللحظة الأولى أن هذه الرواية ستحقق تقدماً ملحوظاً في سياق منافستها مع الروايات العربية المختلفة والمنافسة والمئات من دور النشر التي رشحت المئات من الأعمال الروائية. وصلت في أول مشوار لها، وصلت رواية مصائر إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر، وهي بالإضافة إلى روايتين أخريتين من المهم جدا الإشارة لهما، وهي رواية مديح لنساء العائلة لكاتبنا الكبير محمود شقير، وترانيم الغواية للكاتبة الفلسطينية الأردنية ليلى الأطرش. ثم جاء دور القائمة القصيرة، وصل إلى القائمة القصيرة رواية مصائر ورواية مديح لنساء العائلة، وفي القائمة القصيرة كان هناك الوجود الفلسطيني واضحا من خلال روايتي ربع المدهون ومحمود شقير في مسابقة وتنافس بين أعمال روائية ضمت دول أخرى منها مصر وتونس ولبنان، وكان إعلان النتائج بفوز رواية مصائر. هذا الفوز الذي حققه ربع المدهون بروايته في جائزة البوكر العالمية إنما هو فوز لفلسطين، وهو فوز للرواية الفلسطينية في المقام الأول،
وفوز أيضا للهوية الفلسطينية وللإبداع الفلسطيني. كون ربعي المدهون أول فلسطيني يحوز على هذه الجائزة العالمية فهذا مصدر امتنان ومصدر اعتزاز لنا كشعب فلسطيني بأن يكون هو أول فلسطيني ينافس في هذا المضمار. ربما ليست هي المرة الأولى، بل يقينا ليست هي المرة الأولى، ولكن في هذه المرة حقق ربعي المدهون هذا الإنجاز لإبداعه الشخصي أولا ولفلسطين ثانيا. من الصعب بعد فوزه في رواية البوكر أن نقول بأن فلسطين لم تكن حاضرة في هذا الإنجاز، وبالتالي هو سجل علامة في سجل هذه الجائزة تحسب له وتحسب لفلسطين. لهذا نحن قلنا عندما قمنا بالإعداد لتنظيم معرض فلسطين الدولي للكتاب بأن من المهم جدا أن يكون ربع المدهون بيننا في ظل هذه التظاهرة الثقافية الوطنية، والتي اهتممنا منذ اللحظة الأولى أن تحمل كافة جوانب الإبداع الفلسطيني، بدءا من التاريخ 7 أيار ذكرى ميلاد شاعرنا الكبير الراحل توفيق زياد، ومرورا بميلاد سميح القاسم في 11 أيار، وأيضا يأتي ذكرى النكبة الفلسطينية المستمرة بتداعياتها يوما بعد يوم في سياقنا التاريخي والسياسي والوطني وحتى الإبداعي، وكذلك الأمر ليستمر حتى 17 أيار. نبدأ المعرض الكتاب بذكرى ميلاد توفيق زياد، وآخر ندوة في معرض الكتاب سنختتم بها في الذكرى 80 لميلاد الشهيد الراحل غسان كنفاني. ما بين هذين القوسين نحن نلخص التجربة الفلسطينية ونحتفي بالإبداع الفلسطيني بكل أشكاله دون أي تمييز بين الجغرافيا والمكان. غزة الحاضرة في هذا المشهد الثقافي، الضفة بتنوع الإبداع في المسرح والشعر والرواية، كذلك الداخل الفلسطيني والمنافي. من المهم جدا أن نرى كل هذه الوجوه تحضر هنا، ولعل هذا العرس الثقافي يميز هذا العام وجود ربع المدهون بيننا كفائز بجائزة البوكر العالمية، كمبدع وروائي فلسطيني يتوج هذا الإنجاز الذي حرصنا في وزارة الثقافة أن يكون لفلسطين تاريخا وهوية وشهداء وأسرى وبقاء ومستقبل وأطفال. يسعدنا أن يكون ربع المدهول بيننا. لن أفشي سرا بأن أقول وصل إلى فلسطين فجرا وهو مرهق قليلا، ولكن حرصنا أن يكون هذا اليوم مجرد وصوله إلى فلسطين أن يكون هذا الاحتفاء بربعي وبروايته وبإنجازه، وكذلك الأمر بأن يكون إلى جانبنا ربع المدهون وأنا الناشرين أيضا المبدعين والجريئين اللذان قدما مصائر وقبلها قدما طعم الفراق وقبلها قدما أيضا السيدة من تل أبيب. وبالتالي يسعدني وجود الأستاذ الصديق العزيز ماهر الكيالي صاحب المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وكذلك الأستاذ والصديق العزيز صالح عباسي صاحب مكتبة كل شيء في حيفا. نحن هنا نلخص أيضا الجغرافيا ونلخص سؤال الهوية بوجود فلسطين متمثلة بأبعادها، أن تكون هذه الرواية تصدر من عمان وبيروت وحيفا ويحتفى بها في العالم، وأيضا تكون هي نقطة ارتكاز في معرض فلسطين الدولي للكتاب. ماذا نريد أكثر كي نقول بأن الثقافة مقاومة؟ شكرا لكم. شكرا معالي الوزير على هذه المداخلة، شكرا لهذه التفاصيل الدقيقة. وما بين بيروت وبين حيفا كانت الرواية والكلام لك ربع المدهون. شكرا صديقي دكتور معالي الوزير، مش راح أطول عليكم ولا أحكي كلام كتير، وإذا نعست صح أنتوا صحوني إذا نمت. أنا هحكيكم بمشاعر صادقة. في اللحظة اللي سبقت إعلان الفوز كان في ذهني مسألة مهمة. تذكرت أني مرة كتبت لصديقنا إيهاب كلمة، قلت له أنه أتمنى أنه هاي الرواية تفوز وأنت في الوزارة، وكان هذا يعني لي بأن ثمة نهوض ثقافي واسع تشهد فلسطين في هذا الوقت بالذات، فإذا جاء هذا الفوز سيكون متوج ومكمل أيضا لمن فاز قبل شهور، المعلمة إلى آخره.
وبهذه المشاعر دخلت الجائزة، لكن قصة الوصول للجائزة كانت أكثر غرابة. لا يعرف أحد أنها تمت برسم دقيق وحرفي ومقصود ومخطط. بالتأكيد هناك لجنة تحكيم وكل شيء خاضع للجنة التحكيم، لكن بالنسبة لي كان مشروع حياة، مشروع أماني، أنه ينبغي أن أوصل. لقد حان الوقت أن تصل فلسطين إلى الجائزة. في 2010 هربت مني الجائزة، كنت في أبو ظبي في أمسية، وكان رئيس اللجنة طالب الرفاعي اللي صادر مني في هذاك الوقت بطريقة ما، صدرت يعني طبعا مش بتزوير يعني لا أتهم يعني، لكن ذهبت مني الجائزة، دخل إلى القاعة واحتضنني فوشوشته أنا، قلت له بتعرف يا طالب أنت ضيعتوها علي ب 2010، بس أنا ضليت وراها إلى أن أحضرتها. لما دخلت القائمة الطويلة بكيت بهذاك اليوم بحرقة شديدة. كان يعني بالنسبة لي عدم الفوز معنى ذلك عدم تحقيق شيء. لما دخلت القائمة القصيرة وضعت رجلي على أول الطريق أصبحت الجائزة قريبة، لكني كنت متأكد بأنني قدمت عملا مختلفا، والسبب بسيط وما أنصح به، أنني لا أكتب إن لم يكن لدي جديد. ولهذا استغرقت الرواية معي 4 سنوات. لن أتحدث عن الرواية لأن الدكتور تحدث بما فيه الكفاية، سأتحدث عن ظروف ترشيح الرواية. الرواية تدور بشكل أساسي عن فلسطينيين الداخل اللي أخذوا أسماء مختلفة، عرب إسرائيل وفلسطين 48 وفلسطينيين الداخل، واختلفت التشبيهات وقاطعتهم الدول العربية لمدة 40 سنة. وأول وفد على ما أذكر ذهب برئاسة أعتقد عبد الوهاب الدراوشة بهذاك الوقت، كان عضو كنيسة، ذهب إلى دمشق، كان مضى عليهم 40 سنة إلى أن اعترفوا فيهم واستقبلوهم. هذه كان هذا بالنسبة لي أساس المشروع اللي ينبني عليه العمل، إعادة الاعتبار لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني بعائدة إحياء الروابط الثقافية مع المحيط. ومن هنا كانت مرسومة مسألة أنه ينبغي أن يبدأ الترشيح من حيفا، وقد تم التداول مع ناشرية بود وبصراحة بأنه الآن ينبغي أن تكون فلسطين الداخل هي المرشح. بهذه الطريقة كنت أفكر أنه سيكون لدينا 3 عواصم ثقافية بدلا من عاصمة واحدة. سيكون لدينا رام الله المؤقتة هي العاصمة التي ندفع بها، ولدينا القدس هي الدائمة والمستقبل في كياننا، ولدينا حيفا حاضنة الثقافة منذ زمن طويل. ينبغي أن تتكامل العواصم الثلاثة، ينبغي أن تترابط فلسطين من جميع أطرافها. كنت سعيد، أنا كنت محظوظ جدا أنه أنا استطعت أن أوصل. أنا واثق من نفسي، لكن في النهاية الأحكام هي تعود للجنة التحكيم، وكان ممكن بخطأ بسيط وحسبة بسيطة تفشل كل هاي الأمور، لكن لحسن الحظ أننا نجحنا في هذا. كانت تعني لي هذه المسألة أن حيفا الآن تمد جسورا إلى محيطها العربي وليس فقط محيطها الفلسطيني. لم تكن مسألة هينة أن دار نشر فلسطينية في داخل حيفا تشارك في البوكر لأول مرة، تدخل هذا الصراع الجميل وتفوز. هذه المسألة كانت بالنسبة لي أساسية ومهمة، ولهذا كانت كلمة المرتجلة في نهاية الحفل تخص هذا الجانب بالذات. وقتها قلت أنه على الفلسطينيين أن يفرحوا، حيفا عليها أن تفرح، حيفا كانت هي الأساس الذي منحني كل هذا. أنا ذهبت إلى هناك، زرت البلد أكثر من 5 مرات، كتبت في شوارعها كتبت معي، اختلطت بالناس واختلطت بالشوارع، مريت في كل أزقة عكا القديمة، درست كل هذه التفاصيل. ليس صحيحا أنه كما طرح على قناة الجزيرة مثلا أنه هل يمكن لزيارات محدودة أن تنتج هذا العمل، يتناسوا أن لدي خبرة 8 سنوات عمل بحثي أكاديمي و40 سنة من الصحافة، ولدي خبرات أخرى وأخرى موسيقية، ولدي ما حفيت قدمي وأنا أمشي في الشوارع والدهاليز.
إلى أن تفتحت كل مسام الجدران والبيوت القديمة، إلى أن خرج السكان الذين هاجروا من البيوت وعادوا إليها في وجودي لكي نتحدث معا ونعيد رسم الماضي، نعيد إحياء عكا القديمة، نعيد إحياء حيفا كما كانت، المجد العسقلان، مسقط رأسي، القدس برؤية جديدة، يافا، كل هذه المدن كانت معي تحيا. من أبسط الأمور التي تثير الغرابة، كنت خارج من فندق عكوتيل وفي ذهني أتمشى لأصطاد حتى أحكي ما يعني المتخيل والواقعي في الرواية، حتى أصطاد لقطات، ظواهر، أي شيء يلفت نظري ككاتب. مريت في الطريق، التفت إلى اليسار، كان هناك يافطة بتقول من عكا مش طالعين، مياكم يزيزيم، يعني شغلة من هالنوع بالعبري وبالعربي وبالإنجليزي. فلما رجعت على الأوتيل سألت صاحب الأوتيل، قال لي في ناس والله يا ابن الحلال، في ناس بيجونا من فرنسا وبيشتروا، بيدفعوا مبالغ طائلة وبيشتروا البيوت وكذا وإلى آخره. مشيت في الشوارع لجوة شوية، لقيت يافطة بتقول بيت للبيع، هناك فلسطيني بده يبيع بيته. بعد شوية لما مشيت لقيت كمان يافطة بتقول بيتي ليس للبيع. هذه التناقضات الغريبة هي جزء من هذا المشهد اللي أنا بدأت ألتقطه. بهذه الطريقة عشت كل هذه التفاصيل، وبهذه الطريقة كتبت الرواية. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالرواية، لن أطيل عليكم، وأتمنى أن أكون قادر على الرد على أسئلتكم. يعني مساء الخير، وبعد ما سمعنا هالكلمات الجميلة من معالي الوزير ومن أخ ربعي، فقط انه انا اعتز كناشر اني رشحت الاستاذ ربعي المدهون في روايته السابقه اللي هي سيده من تل ابيب، وطبعا وصلت القصيره وكان على قاب قوسين او اقرب. وزي ما حكى يعني احنا اصبنا بخيبه امل في وقتها انها ذهبت الروايه الى يعني برضه زميل ومبدع عبد الخال من السعوديه. لما بس نحكي بظروف الترشيح زي ما تفضل ربعي، لما قال لي من البداية يعني قبل ما تصدر الرواية وإحنا في مرحلة التنضيد والتصحيح والمسائل، قال لي أبو العبد معلش، هاي الرواية هو كشخص وصل القائمة القصيرة له حق يترشح لوحده، يعني مش إنه الناشر يزكيه أو بس بده تيجي عن طريق الناشر، أما هو غير الثلاثة اللي بيرشحهم الناشر كما تعلم، والبكر تتيح لكل ناشر إنه يرشح ثلاث أسماء. في حينها ربعي قال أنا عندي طلب أبو العبد وأرجو أن تقبله بروح رياضية، بدي مكتبة كل شيء هي اللي ترشحني. طبعا تربطني بالأخ صالح علاقة صداقة قديمة وعميقة، ونحن عملنا العديد من الكتب في نشر مشترك، فيعني بالطبع فهمت الموضوع ورأسا قلت له ما في مشكلة أنا وكل شيء يعني واحد. وهلأ أن يعني زي ما بقولوا الريتروسبكت انه اللي عمله صحيح، لانه الروايه فعلا يعني عالمها وجوها وكيف صنعت. وصالح عباسي كان دوره مش فقط كناشر يعني شاركني بالطباعه والنشر والتوزيع، لا، كان دوره محرك في هاي الروايه، كان دوره استقبل ربعي عده مرات، وهو وزوجته لبنى التي تحضر بيننا ونرحب بها، ايضا استقبلوا ربعي واستقبلوا زوجته واخذوهم على اماكن وحركوا فيهم، يعني حركوا فيهم روح الابداع وروح الذاكره القديمه. فهي الروايه الحقيقه يعني هي بحد ذاتها يعني في كثير عناصر فيها يعني تروه. فبنبارك لربعي وبنعتز فيه وبنقول له روايته الان وصلت اصقاع العالم العربي كلها، الآن في طبعة صارت في مصر، في طبعة الأسبوع الجاي راح تكون في حيفا، في طبعات في بيروت، والقارئ العربي يستقبلها بحب. وأنا تقديري إنها الرواية ستثير جدل لأسابيع ولأشهر ولسنوات قادمة. وألف مبروك لربعي، وألف شكر لمعالي وزير الثقافة اللي فعلا احتضن هذه الظاهرة، ولو ما صارت هاي يعني الاحتفالية بمعرض فلسطين يعني كان بكون في خلل كبير، لأنه ربعي ابن فلسطين
احنا ابناء فلسطين، انا اصلي من يافا ومن اللد، وصالح عباسي من اعلام حيفا، ويعني نبارك لشعبنا ونبارك للجميع بهذا الفوز، وشكرا. مساءكم شهد جميعا. الحقيقة أولا بدي أشكر الأخ ربي والصديق ماهر أنه أعطوني فرصة الترشيح، إن حيفا اللي ترشح لجائزة البوكر، لأنه إحنا في حيفا من كتير أشياء محرومين، مش بس في حيفا، في عرب الداخل يعني ما عناش الانتماء. اليوم مثلا حتى لما فريق فوتبول الجزائر بيكون في الكاس العالم، بتلاقي إذا غلبت الجزائر أو مصر أو أي فريق عربي بيطلعوا بسياراتهم بزواميرهم بنص الليل، يعني أنه مبسوطين كأنه هدول جزء منا. فبشكرهم، إحنا ثلاثة مظبوط بس بالحقيقة إحنا واحد. الوزارة حطت شعار فلسطين تقرأ، ليس هناك أجمل من هذا الشعار، بس أنا بدي أضيف فلسطين تقرأ، حيفا بكرملها وببحرها تقرأ مصائر. مصائر بلش رسم هذه الرواية، بلش من داخل حيفا، وانطلقنا في رحلة طويلة في الجليل، في النقب، في الجنوب، في راهط، مرت عربات لربعي في تقريبا في كل فلسطين، من الشمال حتى أقصى الجنوب. كنا في راهط، كنا في عسقلان، لقنا له بيته، لقنا له مسجد المدهون أنا وزوجتي. فمرينا خطوة خطوة في هاي الرواية. وأنا بقول أي روائي فلسطيني مهما اشتهر، حيفا كانت عاصمة الثقافة الفلسطينية، حيفا كانت ولما تزل عاصمة الثقافة الفلسطينية. فكيف في مصر مش ممكن الفنان يوصل من أي دولة كانت، سواء من تونس أو من المغرب أو من الجزائر أو من حتى من لبنان، إن بالفن إلا إذا مر الفنان، إذا مرت عربات الفنان من داخل القاهرة. وإحنا بالنسبة للثقافة، بالنسبة لحيفا هي عاصمة الثقافة الفلسطينية، وفي اليونسكو أثبت بسنوات الأربعين إنه أكبر نسبة قراء في العالم العربي هي فلسطين. ومن فلسطين أنا تعرفت على اللي كان عنده، حصل لي الشرف أتعرف على بولس فرح أبو سعاد، اللي طبعت له في السبعين أواخر السبعينات الحركة العمالية في فلسطين، هو كان صاحب المكتبة، فأخذني وين كانت المخازن، أخذني وين كانت المكتبة في ساحة الحناطير، فريت كل هاي الأماكن قبل ما توفى بالثمانينات، فشفت كان عمره فوق 95 سنة، فشفت كل هاي المحلات، وكان يحكي لي إنه كانت الكتب توصل في شوال حز أحمر، توصل كميات هائلة وتوزع على فلسطين قاطبة. فإن الفخر أول إنه إحنا نكون فلسطينيين، نفتخر ونعتز في فلسطينيتنا. وبدي أقول لوزارة الثقافة في رام الله إلها فضل إنه وصلنا إحنا بعلاقاتنا أو بدمجنا، هم لموا الشمل، يعني وزارة الثقافة لمت شمل الشتات الداخل ودولة فلسطين في غزة. فأنا بشكر معالي الوزير، وبدي أشكر كمان محمد أسمر اللي له دور في وصولنا لهاي المحلات والدول العربية. فإحنا اليوم فيش معرض في العالم العربي إلا بنشارك فيه بما فيهم بيروت والجزائر واللي بسموهم الدول العدو، فإحنا بنشارك تقريبا في كل هاي المعارض، وهذا كله بفضل وزارة الثقافة. بشكرهم من الأعماق، وبشكر عريس الاحتفال في هذا العرس الثقافي ربع المدهون. إحنا لما أخذ الجائزة طبعا، وشريكي في النشر، شريكي الأول شيخ الناشرين اللي أنا بعتز يعني كثير، هلا بعد شوي بيطلعوا كاتبين الرواية هم. يعني لما أعلن عن آخر جملة، لما أعلن عن الجائزة أنا ما تملكت نفسي، أنا دموعي انهمرت من مأقي وزوجته وكثير ناس. وبدي أقول شغلي واحدة، إنه ولا واحد من المرشحين للجائزة ما خدهاش محبة، كلهم هجموا كأنه لأنه فلسطين،
كانت كأنه حياد، كأنه الكل بيطلب أو بيتمنى، حتى المؤلفين اللي هناك إنه اللي ياخدها فلسطيني. فالحمد لله أخذها فلسطيني. نفتخر في فلسطين، نفتخر في ربي، نفتخر في معالي، نفتخر في الجميع. وشكرا لكم، شكرا جزيلا. شكرا. أذكر أن هناك حفل توقيع بعد المؤتمر الصحفي في المكتبة كل شيء. إجمالا نترك الأسئلة للصحافة، يعني نأخذ على الأقل القليل حتى الأستاذ ربعي يعني يقدر يعمل حفل التوقيع ويرتاح. أسئلة؟ ما في أسئلة، يعني كانت المداخلات كلها كافية. شكرا، شكرا لحضوركم، وندعوكم لحفل التوقيع في مكتبة كل شيء.